بدأت فعاليات مهرجان الماغوط المسرحي بدورته الثانية بحما، وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، حيث بدأ المهرجان بعرض مسرحي تحت عنوان أحوال ومال، قدمته فرقة مديرية الثقافة بحما. هذا المهرجان الذي نحرص على أن يتابع فعالياته بشكل دوري وأن يشكل رافد للحركة المسرحية والفنية في حما، أردناه أن يتوج من خلال عدة عروض، وهذه العروض يعني هي عروض متنوعة في طروحاتها في الفرق المشاركة. هناك مجموعة من الفرق. المهرجان يستمر على مدى 5 أيام. طبعا والماغوط هذه القامة الأدبية التي نعتز جميعا بها. طبعا هذه الاحتفالية هي ترجمة ورسالة أن الثقافة لها دورها ولها أهميتها في مواجهة هذه الحرب الإرهابية التي تشن على بلدنا. جميل جدا أن يقام له مهرجان نستحضر روحه على ضفاف نهر العاصي، ونستحضر أعماله ومخزونه، وهذا الإرث الحضاري الثقافي المهم. صار من أهم المهرجانات، وعم تشارك فيه فرق رائعة، فرق شباب من عدة مناطق، فيها تجربة مسرحية إن شاء الله راح تكون رائدة بهذا المجال. العمل اللي عم نشتغله هو فينا نقول تابع للمدرسة الواقعية كأداء، رغم خيالية الفكرة تبعية المسرحية. النص هو نص متكامل مترابط مع بعضه. نحن خلال الأعداد كمان حاولنا أنه نحن نضيف شيء من روح العمل نفسه. ويستمر المهرجان حتى يوم الجمعة القادم من خلال عروض يومية لعدد من الفرق من مختلف المحافظات السورية. للأخبارية السورية علي شحود، حماة.